خطا كاد يكون جد مكلف. هذوما المراوغات الزائده وتحاول ان هجمه مضاده خطيره، والهدف والهدف لفريق الرجاء البيضاوي. محسن يجول البيضاوي، نتابع نتابع. تمريره كانت خاطئه لحواصلي، مرر لكن بالاحسن الان كان من المفروض انه هذه التمريره تكون اما في التماس اما في الركنيه. ومحسن يجور يسجل زكريا حدراف. قلت بانه هذا الهدف كان تسبق اشارات اخرى لانه كانوا